متابعينا الكرام، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو القضية، وبيسعدني بهالحلقة اني رحب بالنائب السابق الدكتور مصطفى علوش. دكتور اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شرف. دكتور، من خذل مصطفى علوش في الانتخابات 2022؟ يعني انا بالنسبة لي حصلت على عدد اصوات ضئيل بالمقارنة مع أنا ما كنت متوقع. فأول شيء سوء تقديري لرغبات المنتخبين ربما خزلني، وأيضا الناس اللي متوقع أنه ينزلوا ينتخبوا بخيارات سياسية أيضا خزلوني. الإشكال الكبير هو الخازل الأكبر هو عامل المال الهائل اللي اندفع، وأيضا شعور الناس انه ما بدها تنزل تنتخب اثنين سوا يعني مع بعضهم. فانا بحط الحق الاول علي انا، لانه ما كتير كنت زين الاحتمالات بشكل واضح. كنت مفكر انه انا مش بس بنجح باخد اعلى اصوات بسبب المواقف السياسية اللي اخدتها على مدى سنوات، بسبب العمل الاجتماعي اللي كنت عم بعمله على مدى 30 سنة من حياتي. بالنهاية هيدا اللي صار. طب دكتور، يعني عم ينحكى هلا من مسؤولين بتيار المستقبل انه كل الاشخاص يلي خرجوا من تحت عباءة تيار المستقبل ما توفقوا بالانتخابات، وبالتالي ايضا خرجوا من التيار وما بقى لهم عودة على التيار. اليوم كيف بيقرأ مصطفى علوش هذه التصريحات يلي عم تنحط؟ اول شيء انا خرجت من تيار المستقبل قبل ما اقرر ترشح. وكان القرار عمره عدة أشهر قبل ما تصير القصة، لأنه كنت حاسس أنه الموقع اللي أنا فيه فارغ من المضمون. نعم. وبصراحة بعد تجربة 17 سنة مع رئيس سعد الحريري و25 سنة بتيار المستقبل، كنت كل فترة انتظر أنه قد يتغير شيء، نتحول إلى حزب، نتحول إلى خيار سياسي. كنت أخزل مرة واثنين وثلاثة، لكن كنت أعتبر أنه طيب وين بدنا نروح، خيارات الأخرى مش أحسن. لكن بالنهاية في مرحلة بنقطة في شعرة تقسم ظهر البعير، اللي بتكون أنت وصلت اعتبرت حالك وصلت على أعلى سلطة أو على أعلى مركز تحت رئاسة التيار، وبتحس أنه ما فيش تغير، كمان على العكس نحن رايحين على الأسوأ. فهذه اللحظة اللي خلتني أطلع. لهيك خروجي من تيار المستقبل ما له علاقة بالانتخابات. ورجعتي على المستقبل غير واردة بالنسبة لي حتى لو تغيرت الظروف. يعني هل فينا نقول انه صار فيه خلص حصل الطلاق بينك وبين التيار؟ انا برأيي تيار ببقائه تحت العباءة ذاتها هو طلق نفسه. تحت الخيارات السياسية ذاتها طلق نفسه. كنتنا عم نحاول انه نطلع من، يعني كنا قبلانين كلنا سواء انه نكون مجموعة من الخيارات السياسية حول زعيم. نعم. مثل ما هي الاحزاب كلها الموجودة. لكن انا بعتقد هذه الزعامة كمان ما بقى قانعتني لحتى ان يكون موجود بتيار المستقبل. بالمقابل انا بظن انه الرؤية اللي انطلقنا فيها بتيار المستقبل ما بقى موجودة. فلهيك لا طلاق ولا شيء، ما بقى في شيء اسمه وجود تيار المستقبل. بنظرك ولا بالحياة السياسية؟ لا، بالحياة السياسية بظن كمان نحن بنينا على خيارات انتخابية. يعني كل القيادات المتوسطة والعليا بتيار المستقبل كانت تعتبر أن تيار المستقبل هو ماكينة انتخابية. نعم. وهذا كان خلاف، أحد الخلافات الأساسية أنا بيني وبين الكثيرين منهم، اللي أعتبر أنه لا، نحن حزب سياسي أو خيار سياسي وبعدين بيتركب عليه الانتخابات. فطالما أنه التيار هو مكنة انتخابية لم تستخدم بالانتخاب هذا، أنا بعرف أنه تم استخدامه بشكل سيء، ولكن لم تستخدم بخيارات سياسية بالمرحلة، أنا بعتبر أنه على الأقل بهالاستحقاق اختفى تيار المستقبل كفكرة سياسية وخيارات انتخابية. طب تيار المستقبل كان راضي انه مصطفى علوش يترشح خارج عباءة تيار المستقبل؟ برجع بقولك مين تيار المستقبل؟ ما تيار المستقبل هو رئيس تيار المستقبل ولا
القيادات ولا هي الخيار السياسي العام تبع تيار المستقبل؟ أنا برأيي أنه رئيس تيار المستقبل ما بده حدا يترشح كان، لأنه بده يفرغ الحياة السياسية ويعطي درس أنه شوفوا شو بيصير في حال خروج تيار المستقبل وسعد الحريري من الساحة. جزء من قيادة تيار المستقبل اللي بتجي بعد الرئاسة كانوا بعضهم مش مقتنعين، والأكترية مش مقتنعين بخيارات سعد الحريري، فينا نقول الأكترية الساحقة، والبعض الآخر أراد أنه يشارك بالانتخابات ولكن بطريقة ملتوية. أما بقاعدة تيار المستقبل ففيني أقول لك أنه على الأقل نص قاعدة تيار المستقبل ما كنت مقتنعة بالخيارات ولكن مشيت مع خيار رئيس كرماله. طب اليوم كيف عم يقرأ مصطفى علوش نتائج الانتخابات سواء بلبنان بشكل عام أو بطرابلس بشكل خاص؟ أول شيء بلبنان بشكل عام ما في شك خروج أو قرار سعد الحريري بالخروج من الانتخابات أدى إلى خسارة حوالي 8 نواب إما لحزب الله أو للتيار الوطني الحر. نعم. وأنا عم بحسب عكار 3 نواب. نعم. طرابلس على الأقل نائب. ببيروت بالتأكيد عدد من النواب، بالبقاع بعلبك الهرمل وبصيدا، كلها هيدي الأمور عم بحكي مش عم بشلح أرقام، عم بحكي نعم. إنه على الأقل خسرت ما يسمى 14 أدار أو من هم ضد التوجهات حزب الله خسروا 8 نواب بهالحالة هذه. فأعطينا نوع من الانتصار جديد لجبران باسيل من خلال حصوله على موازنة بينه وبين القوات اللبنانية على الأقل، واستمراره بالإقناع العالم أنه هو موجود كزعيم الأول المسيحي في لبنان. ففي تأثير، نعم بالتأكيد تأثير. ضياع القيادة أو نوع من القيادة المقبولة عند سنة لبنان بالتأكيد هذا حصل وأصبح أمر واقع. بالنسبة لطرابلس بالذات يعني تبين أنه انتخابات حصلت، تيار المستقبل كان موجود أم لم يكن موجود، لم تفقد الانتخابات شرايطها. كان في يعني نزل عدد المقترعين نسبيا ولكن بقيت الأمور ماشية بدون أي تأثير جدي. لكن الناس اللي حياتها ناضلت على مدى سنوات بتيار المستقبل ما قدرت حصلت على أصوات كافية لحتى تفوت على البرلمان. طب اليوم يعني كيف عم بيقرأ مصطفى علوش مشهد النواب التغييريين الجدد يلي دخلوا على البرلمان، وهل خروج تيار المستقبل من المعادلة السياسية هو يلي سمح بدخول هؤلاء النواب، وخصوصا ببيروت عم نلاحظ أنه أغلبهم كانوا من الطائفة السنية؟ بعض طبعا له تأثير، بالتأكيد له تأثير هون شيء مؤكد، ولكن له تأثيرات محلات تانية. خليني أقول لك الإشكال الكبير هو أنه دخلت ما يشبه الكتلة إلى البرلمان اللي هي ما ألا لون إلا لون التغيير فقط. أما الخيارات السياسية لحد هلأ من التصريحات اللي عم بسمعها إن كان خلال الثلاث سنين الماضية وإن كان هلأ بعد ما وصلوا إلى البرلمان، عم بشعر أن هناك هلامية بالطروحات اللي عم يطرحوها، وفي نوع من التسطيح بالسياسة، وفيني أقول بعض الأحيان سوء الخبرة ومحاولة الإيحاء أنه هن فهمانين بكل المواضيع اللي عم يطرحوها مع شك كبير بعمق فهمهم بهالموضوع. قد يكون بعضهم فهمان نظريا والآخرين لا، وربما البعض كمان معتبرين حالا أنه وصلوا على المحل اللي وصلوا له فعم يتصرفوا كنواب تقليديين مثله مثل غيرهم. علينا ننتظر لحد اللحظة، لكن الانتخابات أول شيء انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس أكد أنه ضآلة التأثير المباشر على الواقع السياسي والبرلماني. الشيء اللي صار أيضا بانتخاب اللجان أكد أنه عمليا اعتبروا غير موجودين حتى
على الساحة النيابية. نعم. ففيني أقول أنه عنا 3 سنوات لنشوف شو أربع سنوات لنشوف شو رح يصير. طب مؤخرا يعني بالأمس غرد نائب رئيس تحرير صحيفة النهار الأستاذ نبيل بومنصف على تويتر وقال أنه قوة 8 أدار أحكمت سيطرتها الساحقة على مجلس النواب المنتخب بلجانه ورؤساء اللجان وأكتريتها المتماسكة، وكتب فقط للحقيقة. هل بتأيد هذا الطرح؟ بتعتقد أنه اليوم 8 أدار أخذوا اللجان وأخذوا المجلس النيابي وأخذوا المطبخ التشريعي؟ نعم هذا صحيح. إذا مطلع بالنتائج وبالأسماء اللي موجودة، هلا فيك تقول لي أنه مشكلة؟ لا، لكن بتلاقي إذا في رئيس لجنة هون مقرب بتلاقيه من جامعة الممانعة. نعم. في لجان ما لها تأثير أساسي بتلاقيها أنه متروكة، ما بتفرق يعني، مثل الشباب والرياضة وغيرها اللي مش مثلا. نعم. مثلا يعني. نعم. مع أنه أنا قناعتي أنه الشباب والرياضة هي لجنة أساسية لو تم الاهتمام بهالموضوع هذا. على كل أحوال في شيء منه، لكن أنا بقناعتي أنه لا تحتاج هذه القوى إلى كل هالقد إلا لحتى يأرجوا للكل أنه اللي خسروه بأكترية واضحة بالمجلس النواب رجعوا عوضوا من خلال التسويات التقليدية مع القوى التقليدية السياسية، إن كان بالممانعة أو غير الممانعة. الآن هون أن فاتوا وصاروا بهالوضع أيضا. طب هل يعني ذلك اليوم أن قوى 8 من أزهار هي قادرة تجيب رئيس حكومة يمثل مشروعها؟ يعني اليوم وخصوصا أنه نحن على مرحلة يعني طبعا تكليف ومن ثم تشكيل. جابوا ما يعني بعدة مراحل جابوا رؤساء وزراء لا يمثلوا مشروعهم، لكن فشلوا بكيف بإدارة البلد، والبلد ذهبت من سيء إلى أسوأ. يعني من سنة 2011 ما مشي المشروع، واللي أنقذ لبنان بهذيك اللحظة هي الثورة السورية، وإلا كانوا ناويين حطوا الناس بالحبوسة. يعني مش إنه والله وقت اللي عملوا الانقلاب على سعد الحريري بوقتها، ولا انقلاب على الأكترية النيابية بهذيك الوقت. الإشكال هي إنه مشروع الممانعة بلبنان هو أن تبقى تحتفظ بقشرة من الشرعية غير الممانعة لحتى تنحط بالواجهة وتنحط الحق عليها وقت الفشل، وأيضا تبقى هي نوع من الواجهة كمان بسميها الهلامية. نعم. مع المجتمع الدولي لتوحي أنه هذا البلد هو فيه تنوع، لكن بالنهاية القدرة على التعطيل باقية بمحل واحد اللي هو ذاته اللي عطل البلد على مدى عدة عقود. طب برأي اليوم مصطفى علوش مين يلي رح يترأس الحكومة المقبلة؟ أول شيء هل رح يكون في استشارات نيابية؟ نعم رح يكون في استشارات نيابية، لأنه بدها تصير الاستشارات النيابية. رح يحاول رئيس الجمهورية يأخر ويسوف ويعمل اللعبة ذاتها اللي انعملت بالسابق، لكن بالنهاية بدها تصير. بهاللحظة هيدي بعدني مقتنع على الرغم من جملة الأسماء اللي انطرحت وبقيت يعني بعتقد أسماء كمان وهمية اللي انطرحت، طبعا مش الشخصيات هي الوهمية لكن الأسماء هي رمية لنوع من أنه فيه خيارات أخرى، وهذا مزيد من الإهانة للشارع السني يعني بهالحالة، أنه مين مكان نحن منجيب أنتو مين أنتو. لكن بظن أنه الرئيس نجيب ميقاتي هو الأكثر حظا لا يتسمى ولن يتمكن من التأليف. ولكن بالأمس قال الرئيس ميقاتي أنه أنا مني من الأردن، أنه أنا مني متعطش لرئاسة الحكومة، وبمعنى آخر وكأنه عم بيقول أنه أنا ما بدي أتحمل هاي المسؤولية بالأشهر المقبلة. لا، يعني يقولوا أنه مني متعطش بشروط، يعني إذا حدا بده يعني يعمل علي شروط مثل ما كان عم يحكي جبران باسيل ما لح أجي أو ما لح أقبل. ولكن إذا إجا النواب واختاروا نجيب ميقاتي بيصير بطبيعة الحال هو الرئيس المكلف. نعم. ولكن كونه رئيس مكلف لا يعني أنه رئيس يؤلف. برأيك إذا يعني تم تكليف الرئيس ميقاتي ما حيقدر يشكل هالمرة؟ ما حيقدر يشكل، لأنه التيار الوطني الحر يعني جبران باسيل سيصر على الشروط ذاتها اللي فشلت الحكومات السابقة، إن كان مع نجيب ميقاتي ومع غيره، اللي هي الاحتفاظ بالوزارات اللي فشلت وأفشلت البلد. بلش يحكي بوزارة الطاقة وكأنه بده مش كأنه بده، أكيد بده وزارة الطاقة. جبران باسيل مصر
لأسباب سياسية وفضائح مالية، بأكد لك أنه هو يقدر محافظ على هال. طب دكتور، اتهمت رئيس تيار وطن الحر بأنه عم يسعى لابتزاز موقع رئاسة الحكومة إلى أبعد الحدود. نعم. ليش برأيك؟ هلأ هو ما منه يعني أكيد مش لأسباب طائفية، يريد أنه هو ممكن أنه يتصرف كهندوسي يهودي سني شو ما كان يكون، المهم أنه يكون بموقع السلطة، ما عنده مشكلة بالموضوع. نعم. فمنه ابتزاز للموقع، يريد أن يبتز الموقع أنه يوضعه تحت خياراته الأمر الواقع، وأنه يمشي مثل ما مشيت الأمور بين سنة 2016 لل 2019 بين جبران باسيل وبين سعد الحريري. طب اليوم بحال نجح رئيس تيار وطن الحر بهذا الموضوع، لبنان إلى أين؟ خلينا نطلع لبنان كيف كان وإلى أين وصل مع خيارات جبران باسيل وميشيل عون وحزب الله، بنعرف لوين رايحين. طب هل هذا الشيء يعني احنا اليوم لبنان امام استحقاقات منا الاستحقاق الرئاسي، ومبارح كمان المح يعني الرئيس ميقاتي انه كانه في تاخير ل هذا الاستحقاق، ليش برايك؟ وهل ممكن يكون في تاخير او نحن رايحين لفراغ؟ لا، انا بظن تاريخنا والمعطيات الموجوده لحد هلا بتاكد انه الفراغ سيحكم الاستحقاق، حتى بالرئاسه، حتى برئاسه جمهوريه، لانه في شيء مؤكد انه ما رح نقدر نختار اي شخصيه تقدر يتم التفاهم عليها على الاقل من الجلسه الاولى، وانا بدنا نروح، انا بظن انه رح نروح على اللعبه ذاتها بالثلثين والثلث المعطل. طب اليوم يعني بالتطورات الاخيره يلي صارت على حدودنا البحريه اليوم، كيف يقرا مصطفى علوش الاعتداء الاسرائيلي الجديد على الثروات اللبنانيه البحريه وتحديدا بحقل كريش؟ وبنفس الوقت كيف قرات رد الامين العام لحزب الله على هذا الاعتداء؟ اول شيء انا ما بحب استخدام الكلمات لمجرد استخدام الكلمات. نعم. اعتداء وما اعتداء وكذا، انه ما بنحب نقول انه العدو يعتدي، ما العدو عاده معتدي من الاساس. نعم. لكن اذا بدنا نروح على تطورات. قضية حقل النفط المختلف عليها. نعم. بين الخط 23 والخط 29 وما بين بين. نعم. ماشي. المشكلة عندنا نحن، مش المشكلة عند العدو الإسرائيلي، المشكلة عندنا نحن أنه لحد هلأ ما أخذنا القرار بأي خط بدنا نروح، إن كان للمتفاوض وإن كان للتحكيم. لحد هلأ بعدنا حكومتنا وحكوماتنا أو الموكل بالأمر اللي هو رئيس الجمهورية، لأنه أوكي رئيس الجمهورية بإدارة هذا الملف، بنلاقي الأمور ضايعة لحد هلأ، الريحة طالعة عن هناك صفقة عم يحاول يمرر رئيس الجمهورية كرمال عين جبران باسيل، بنحكى فيها لكن منا واضحة الأمور، حكي فيها ديفيد شينكر أكثر من مرة وانطرحه وما شفت حدا عم يقول لا بهالقصة هي. ما بعرف شو رأي هوكشتاين بهالقضية، لكن بالنهاية العدو الإسرائيلي يريد أن يستخرج النفط والغاز من المنطقة اللي بيقدر يستخرج منها نفط وغاز. نعم. نحن يبدو أنه ما بدنا. ليش؟ لأنه لحد هلأ ما انعرضت بشكل رسمي لا خرائط لا الأمم المتحدة ولا، وبقيت الأمور تتراوح بقصة الموقف بالتفاوض المباشر اللي حاصل لحد هلأ. أنا قناعتي أنه الأفضل الطروحات لحد هلأ أنك تروح على إما على التحكيم على الخط 29 وروح وعمل جرب حظك بهالخصوص هيدا، وينعمل دراسة جدية لهالموضوع قد تدخل فيها الخط البحري مع الخط البري، لأنه عمليا بالتأكيد الخط البحري يستند إلى الخط البري. صحيح. ما بدها حكي. فإذا أنت ما عندك خط بري ومن متوافق عليه من تلال كفرشوبة وشبعة وإلى هناك وصولا إلى البحر، فأكيد في عندك إشكالية بهالموضوع هذا. ومن بعدها لما توصل لهونيك ساعتها يا أما في القانون الدولي، قانون البحار الدولي والمناطق الاقتصادية الخالصة هو بيحكم الأمر، أو بتروح إلى تسوية مشان أقول أنا أختصر الأوقات. التسوية مطروحة اللي هي ما يسمى خط هوف،
اللي هو بياخذ لك حق القانا وبدل الحق اللي بسموه كاريش باتجاه العدو الإسرائيلي. ربما قد يكون هذا حل. أنا ماني بموقع لا طرح الأمور ولا التفاوض فيها. اللي شفته لحد هلأ هو الاتجاه، أو إذا كنا نحن مصرين أنه الخط 29 اللي هو أنه يستند إلى الخط البري الرسمي الغير قابل للتفاوض بالنسبة للبنان، خلينا ندل مصرين على حقنا بهالموضوع هذا، لكن بدنا نروح على التحكيم الدولي، ما نقعد نلعب بالوقت الضائع. والإيحاءات كان ماشي كل الوقت أنه المشكلة هي عند جبران باسيل، يريد أن يتملص من العقوبات الدولية ويحاول أن يجد له طريق من خلال التفاوض. طيب دكتور علوش، بس الأمين العام لحزب الله هدد، يعني هل ممكن نحن كمان ترجع تتكرر تجربة 2006 اليوم بال 2022؟ خليني أقول لك، أنا قناعتي صارت أنه العدو الإسرائيلي يريد أن تتكرر التجربة، بده يفتح الباب جبهة، مش جبهة، بده يفتح الباب كامل مش بلبنان. بدي ذكرك أنه قبل كل شيء الأمور سنة 2006 لم تعد كما كانت. بال 2006 كان عنده حزب الله حديقة خلفية اسمها سوريا ومفتوح الأمور لألو. هلأ الإسرائيليين كل يومين صاروا يعني عم يضربوا الخطوط الإمداد تبع حزب الله، حتى امبارح عطلوا المدارج تبع المطار دمشق الدولي. يعني عمليا الأمور هون بهالنقطة هيدي، ويبدو أنه الروسي يا أما موافق يا أما ما بده يعمل شيء بهالحالة هيدي. فأنا ما بظن أنه الأمور هي ذاتها. بالإضافة بلشت عندي قناعة أنه إسرائيل تريد أن تجد فرصة ونافذة لحتى تقدر توسع النطاق وتوصل حتى إلى طهران بضرب البرنامج النووي إلى مهنالك. لهيك حسن نصر الله يعني بيطلع بيحكي أوكي، شو بده يعمل؟ بيبعت هو اللي سمعته قال إذا بعتنا مسيرات وكزرت حول الباخرة. أوكي، بعدين اوكي تكزرت حول الباخره واعتبروها ان مزحه، او اسقطوا لك هول هذا بالشبكه المطروحه، وربما انا من بحتاجه لانه عمليا مبين انه انت عم تقول انا عم بمزح بس ببعتهم ليصوروا. اوكي بعتهم ليصوروا، هو بلش انه يطلع يحفر بهالحاله هيدي. شو بتعمل بهالحاله هي؟ بروح ببعت الصواريخ اللي استعملناها بالسابق، استعملها بالسابق سنه 2006. سؤال، هل انت مستعد انه تفوت بازمه من هالنوع هيدا وتخلي العالم كله سوا يعطي لاسرائيل الرخصه بانها تفوت بحرب واسعه ولا لا؟ هيدي اسئله كلها تسوى، ما عندي اجوبه لها. انا برايي بعد حرب يعني عرض ريش وعرض كتاف او تعريض كتاف اكثر ما هي انه حقيقه خيارات سيقدم عليها حزب الله بهاللحظة. يعني بتعتقد أنه آخر شيء حتروح الأمور للمفاوضات يعني، والأمور ستنتهي عند هذا الحد، ولا ممكن يكون إلى امتداد؟ وقديش قادر الشارع اللبناني والبيئة اللبنانية تحمل يلي حملته بال2006؟ البيئة اللبنانية من قادرة تحمل ريشة، بالعكس بد الريشة وهي كسرت لظهرها. لكن الحسابات اللي بتعملها الدول يعني لا إسرائيل رح تشفق عليك، يعني أنت إذا هيك، ولا حسن نصر الله رح يشفق عليك. حسن نصر الله يمثل دولة لديها مصالح، حسن نصر الله يمثل المصالح الإيرانية في لبنان، مصلحة ولاية الفقيه. إذا المصلحة هاي اللي بتدعي أنه يفوت بحرب رح يفوت بحرب. إسرائيل تمثل مصالحها بقلب المنطقة، وهي من أسألنا إذا في إنسان معطر بالضاحية الجنوبية ولا بباب التبانة ولا بالهرمل ولا بالبقاع ولا بأي منطقة بلبنان لح يزيد فقره لح يزيد تعتيره، شو خاصة؟ بتقلك وشوف الحرب اللي صايرة هلأ بأوكرانيا، في آلاف الناس عم حياتهم راحت وبيوتهم راحت وأرزاقهم راحت. في لحد هلأ ما يقارب $100 مليار أو أكثر من الخسائر اللي صارت هناك. ما يعني الحسابات مختلفة هون بالحرب، ما حدا بيعود بيقول انه ولو في مرة أرملة وفي طفل عم يبكي وفي ولاد ما راحوا على المدرسة وفي مستشفى تدمرت. نعم. طب دكتور علوش، يعني بختام هذه الحلقة، لمين مصطفى علوش اليوم بده يوجه رسالة؟
كلمتك. انا بصراحه ما بعرف لمين بدي اوجه رساله بقى، لكن كل شيء بدي اقول انه يعني لاولادنا، بعرف انه فقدتوا الامل بالبلد، وبعرف عم بسمع بشكل دائم منكم ومن الناس اللي بيشتغلوا معي كجراحين شباب، كلياتهم سوا معي بفكروا ابدا ولا اي لحظه انه يبقوا لبنان. امور مرقت، في لحظات نحن مرقت علينا ايضا يأسة، نحن اللي جيلنا مضطر انه يصبر وينطر، لكن بالتأكيد لا يمكن الاعتماد على لا طيبة قلب ولا رقة قلب المسؤولين اللي وصلوا البلد الى النقطة هذه. النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، شكرا جزيلا لك. شكرا. متابعينا الكرام، الى ان القاكم في حلقة جديدة، تصبحون على الف خير.